السلام عليكم. في البداية بحب أشكر أخويا وصديقي الدكتور عمرو عبد الحميد، وبرحب بكل الأساتذة اللي جايين من كل المحافظات. مرحب بكم. يعني طيب، سورايتك أرثرايتس كرونيك سيستميك انفلاماتوري ديزيز classified as seronegative spondyloarthropathy presented with heterogeneous manifestation affect mainly skin and musculoskeletal. وأول description أول definite description لسورايتك أرثرايتس كان سنة 56، قبل كده كان بيتوصف لكن مش بالدقة. يعني موضوعنا النهاردة هنتناول فيه حالة سورايسيس من 5 سنين وحاليا ديفلوب أرثرايتس، وهتبدأ تطرح علينا 5 أسئلة. السؤال الأولاني، وانس إن يكون في سورايسيس وأرثرايتس، هل على طول بالضرورة يكون الحالة بتاعتي سورايتك أرثرايتس؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هل ممكن سورايتك أرثرايتس يجيني بدون أرثرايتس؟ السؤال الثالث، السورايسيس والأرثرايتس مين فيهم هيجي الأول؟ السؤال الرابع، هل السورايسيس وسورايتك أرثرايتس هما سيم باثولوجي؟ والسؤال الخامس، العيان اللي تحول من سورايسيس لسورايتك أرثرايتس، يا ترى الكلام ده إزاي هيغير البلان أوف مانجمنت؟ ونبدأ بالسؤال الأول. السورايسيس بيحصل في أكتر من مرض في الروماتولوجي. بيحصل في الجوت، تمام؟ بيحصل في السافو سيندروم اللي هو عبارة عن سينوفيتس مع أكني مع أوستيتس مع هايبر أوستوزيس. بيحصل مع السبونديلو أرثروباثي، وده اللي هو زي ما قلنا من شوية جزء أساسي منه هو سورايتك أرثرايتس. ولو كان سورايتك أرثرايتس في سن صغير بنسميه ايه؟ بنسميه جوفينايل ايديوباثيك أرثرايتس. طيب سؤالنا الثاني، هل ممكن يكون في سورايتك أرثرايتس بدون أرثرايتس؟ للوهلة الأولى الكلام يبدو ان هو غريب، لكن هنعرف بعد شوية ان ممكن يبقى عندي سورايتك أرثرايتس بدون أرثرايتس وبدون سورايسيس. عشان نجاوب على السؤال ده بنعدي سريعا على الماسكولوسكيلتال مانيفستيشن بتاعت السورايتك أرثرايتس. رقم واحد، بريفرال أرثرايتس، وليه اكتر من باترن. ممكن يجي بولي أرثرايتس، ممكن أوليجو أرثرايتس، ممكن مونو أرثرايتس، أو ممكن يكون مش بريفرال أرثرايتس، أكزيال أرثرايتس، يعني الأرثرايتس على مستوى الإصبعين، والأهم فيه هو الساكروليتس مع الإسبوندلايتس طبعًا. رقم ثلاثة، داكتيلايتس الخلاصة بتاعتها إن بيكون عندي سويلين ديجيت. السويلين ديجيت ده بيحصل أكتر على مستوى التوز، والسبب بتاعه إن يكون في إنفلاميشن بيشمل البون، بيشمل السينوفيوم، بيشمل التندون. الثلاثة مع بعض لما يحصل فيهم انفلاميشن بيديني داكتيلايتس. المانيفستيشن رقم 4، انسيسايتس. انسيسايتس يعني انفلاميشن في الانسيسز. طب ايه هي الانسيسز؟ الانسيسز هي المكان بتاع الاتاتشمنت بتاع ليجامنت او تندون او فاشيا او كبسول في البون. المكان بتاع الاتاتشمنت ده لما بيحصل فيه انفلاميشن بنسميه انسيسايتس. الداكتيلايتس والانسيسايتس من الامور المميزه للسبونديلو للسورايتك ارثرايتس او للعيله الكبيره بتاعتنا اللي هي السبونديلو ارثروباثي. ده شكل الانسيسايتس. طبعا احنا قلنا الانسيسايتس بيكون على حسب مكان الانسيرشن. فانا عندي هنا التندو اكيلز ماسك في الكالكينيوس، الرايت فوت فيها سويلنج واضح، فده الانفلاميشن بتاع التندو اكيلز. وده منظر من الارثرايتس على مستوى الهاند.
وهنا الارثرايتس واخد الديستال انترفالنجيال جوينت، السويلين جوينت واضح، وده شكل الدكتلايتس. السورايتيك ارثرايتس ليه فيتشرز بتميزه، يعني مثلا كون ان هو يتاخد الديستال انترفالنجيال جوينت فده مميز للسورايتيك ارثرايتس. بيحصل في امراض تانية زي الاوستيو ارثرايتس مثلا، لكن مش ما بيحصلش مثلا في الروماتويد. بيتميز برضو بالري باترن. ري باترن يعني لما بيحصل التهاب في المفاصل بيكون على مستوى مفاصل بتاعت 1 ديجيت. برضو من ضمن الفيتشرز بتاعت السورايتيك ارثرايتس ان هو ساعات بيجي بصوره شبيهه بالروماتويد، او يجي بصوره بنسميها اكزيال سبونديلو ارثروباسي، يعني يغلب عليه الايه الساكروليايتس والسبوندولايتس، او الشكل بتاع البريفرال سبونديلو ارثروباسي. والشكل العنيف من السورايتيك ارثرايتس هو الارثرايتس ميوتيلانس، وده بيكون اند ستيج وديستركتيف واروجن على مستوى الجوينت. ده شكل الارثرايتس ميوتيلانس. الفيتشرز اللي بتحصل بره الماسكولوسكيليتال بتحصل على مستوى العين، الاخطر فيها هي اليوفيتس. تمام، بنشوف اورال الالسريشن، ممكن يحصل يوريثرايتس، حتى الاورتيك فالف ممكن يحصل فيه افكشن. بعد كده في كوموربيديتيز، وده اللي خلانا قلنا في الاول ان السورايتيك ارثرايتس هو سيستميك ديزيز، لان انا بشوف فيه حتى بره الماسكولوسكيليتال والسكن بشوف فيه مانيفيستاشن تخص اذر سيستم. انا شايف هنا الكارديوفاسكولار ديزيز بتحصل، العيانين دول بيبقوا عرضه اكتر للاثيروسكلوزس. ميتابوليك سندروم، ما ننساش ان احنا قلنا ان العيانين بتعوت السورايسيس بيحصل فيهم يوريك اسيد بنسبه عاليه، فالهايبر يوريسيميا بتدخلني في الميتابوليك سندروم. الليفر ديزيز بيحصل في المرضى دول، الفاتي ليفر، وقائمه طويله اللي احنا شايفينها قدامنا دي كلها كوموربيديتيز بتحصل. وبتاثر معانا على ايه؟ بتاثر معانا في التشويس اوف تريتمنت والكواليتي اوف لايف. طبعا نرجع لسؤالنا الاساسي، هل ممكن يحصل سورايتيك ارثرايتس من غير ارثرايتس؟ اكوردنج للكاسبر كرايتيريا اللي بنستخدمها في الكلاسيفيكيشن اوف سورايتيك ارثرايتس هنلقى ان الكلام ده ممكن يحصل. ازاي؟ الكرايتيريا اللي بتصنف السورايتيك ارثرايتس بتقول لك ان انا عشان اصنف الحاله محتاج يبقى عندي انفلاماتوري ارتيكولار ديزيز. يحصل على مستوى ايه؟ يحصل على مستوى جوينت او سباين او انسيسس. وبالتالي انا لو عندي مريض عنده الانفلاميشن على مستوى الانسيسس، ما عندوش ارثرايتس وما عندوش سبوندولايتس وما عندوش ساكروليايتس، ما فيش اي مفاصل في ايتس، ولكن عنده انفلاميشن على مستوى الانسيسس بس، تمام، ده ممكن يدخل في الكلاسيفيكيشن بتاع سورايتيك ارثرايتس. طب انا محتاج معاه ايه؟ محتاج انفلاميشن في واحده من الثلاثه دول، جوينت او سباين او انسيسس، بالاضافه ل 3 بوينت من خمسه دومين اللي عندنا. اول واحد فيهم يخص السكن سورايسيس، فبيقول لك ان هو لو الشخص عنده كارنت سورايسيس ياخد 2 بوينت، ولو عنده هيستوري اوف سورايسيس ياخد 1 بوينت، ولو عنده فاميلي هيستوري اوف سورايسيس، يعني هو ما عندوش سورايسيس بس هو عنده حد في العيله بتاعته الاب او الام عنده سورايسيس، ده هياخد 1 بوينت. طب في ايه اذر دومين تاني؟ عندي النيل ديستروفي بياخد 1 بوينت، عندي ان انا اعمل له روماتويد فاكتور ويطلع نيجاتيف. احنا في الاول قلنا ان هو 1 ممبر من السيرو نيجاتيف سبونديل ارثروباسي، هي سيرو نيجاتيف عشان الروماتويد فاكتور معمول وطلع نيجاتيف، فلو طلع نيجاتيف بياخد 1 بوينت. لو عنده داكتلايتس بياخد 1 بوينت، ولو عنده نيو بون فورميشن بياخد 1 بوينت. من الخمسه دومين دول لو انا جمعت 3 بوينتس ده يكفي ان انا اشخصه ان هو سورايتيك ارثرايتس. وبالتالي انا ممكن اصنف الحاله بتاعتي سورايتيك ارثرايتس وهي ما عندهاش لا سورايسيس ولا عندها ايه ارثرايتس. الحاله اللي بتتصنف ان هي سورايتيك ارثرايتس ممكن تيجي بالشكل التيبيكال اللي هي الكرايتيريا المعروضه قدامنا دي، لكن في بعض الاحيان بتبقى تيجي الحاله ايرلي لدرجه ان انا ما بعرفش اميزها عن اخواتها التانيين اللي جوه عيله السبونديلو ارثروباسي،
اصل عيله السبونديلو ارثروباسي فيها اذر ممبرز غير سيرويتك ارثرايتس، فيها الانكلوزنج سبوندلايتس وفيها السيرويتك ارثرايتس وفيها الرياكتيف ارثرايتس وفيها برضو انفلاماتوري باول ديزيز ريليتد ارثرايتس. ساعات العيان بيجي ايرلي بحيث ان انا ابدا عايز اسكنه في الكاسبر كرايتيريا ومش عارف ادخله، مش عارف اصنف ان هو سيرويتك ارثرايتس اكوردنج للكاسبر كرايتيريا اللي قلناها في الشريحه اللي قبل دي. العيانين دول بيبقى عندهم ايه؟ بيبقى عندهم الفيتشرز اللي ظاهره هنا، اللي ظاهره في المكان ده. انا عندي هنا 11 فيتشرز، لما بلقاهم بتخليني افكر ان العيان بتاعي سبونديلو ارثروباسي. طب هو ايه في السبونديلو ارثروباسي ممكن اعرف اصنفه او ما اعرفش؟ ايه هم ال 11 فيتشر؟ انفلاماتوري باك بين، ارثرايتس، هيل انسيسايتس، داكتلايتس، يوفيايتس، سورايسيس، كرونز او ألسراتيف كولايتس، فاميلي هيستوري اوف سبونديلو ارثروباسي، اليفيتد سي رياكتيف بروتين، وال اتش ال اي بي 27 بوزيتيف. ال 11 دول وجودهم او وجود بعض منهم بيخليني افكر ان العيان بتاعي سبونديلو ارثروباسي. وعلى حسب المانيفيستيشن بتميل اكتر على مستوى السباين، ساعتها هسميه اكزيال سبونديلو ارثروباسي، او هي اكتر على مستوى البريفري فبسميه بريفرال سبونديلو ارثروباسي. امتى بلجا للكلاسيفيكيشن ده؟ في حاله بتكون ايرلي ومش عارف اصنفها اكوردنج للكاسبر كرايتيريا ان هي سيرويتك ارثرايتس، ساعتها هبدا اسميها ايه؟ هبدا اسميها اكزيال سبونديلو ارثروباسي او بريفرال سبونديلو ارثروباسي. سؤالنا الثالث، مين هيجي الاول، السورايسيس او الارثرايتس؟ المعتاد واليوجوال ان يكون الحاله سورايسيس وبعدين بتديفلوب ارثرايتس. الكلام ده بيحصل في نسبه اب تو 30% من حالات السورايسيس. لو شفنا كل حالات السورايتك ارثرايتس بلجا ان 15% من الحالات السورايسيس بيجي بعد الارثرايتس. يعني ايه؟ يعني 85% من حالات سيرويتك ارثرايتس في الاصل هي سيرويسيس وبعدين بتتحول لسيرويتك ارثرايتس، والنسبه القليله 15% دي بتديفلوب الارثرايتس الاول، ودي اللي احنا بنسميها، بنديها مصطلح كده بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها سيرويتك ارثرايتس سين ارثرايتس، يعني سيرويتك ارثرايتس بدون ارثرايتس. والسؤال اللي بيطرح نفسه، يا ترى مين هو عيان السيرويسيس اللي في المستقبل هيديفلوب سيرويتك ارثرايتس؟ وده اتعمل عليها ريسيرش اكتر في دكاتره الديرما والانترنال ميديسن اكتر من الروماتولوجي. على حسب الباترن اوف سورايسيس، كل ما كان بياخد السكالب والانتر جلوتيال والبيري انال انفولفمنت فده عرضه اكتر ان هو يتحول. والنيل انفولفمنت ليه ريليشن عاليه قويه مع السورايتيك ارثرايتس وبالاخص الدي اي بي جوينت. يعني حتى ان المتوسط الديوريشن اللي الواحد بيتحول فيها من سورايسيس لسورايتيك ارثرايتس بيكون من 7 ل 10 سنين، ده في السكن سورايسيس المعتاد، لكن على مستوى النيل انفولفمنت بيكون من سنه لسنتين. واخيرا على مستوى السب تايبز بتاعه سورايتيك ارثرايتس، في اسوسيشن ما بين البالمو بلانتر باستيولوزيس وما بين السافو سندروم. السؤال الرابع، هل السورايسيس والسورايتيك ارثرايتس از ذا سيم باثولوجي؟ السورايتيك ارثرايتس الانفلاميشن بيتارجت 4 اماكن، بيتارجت الساينوفيوم يعمل ساينوفايتس، والبون يعمل بيريوستايتس واوستايتس، ويتارجت الانسيسز يعمل انسيسايتس، والتندون تينوساينوفايتس. وبنشوف اوبوزيت فينومينا في نفس العيان. يعني ايه؟ يعني ان بلجا في نفس العيان بيحصل نيو بون فورميشن وبون ديستراكشن، والكلام ده بيعتمد على اللوكال فاكتور على مستوى كل جوينت. في 30-40% من حالات السورايتيك ارثرايتس بيبقى في تزامن ما بين الفلير بتاع السكن ديزيز والجوينت ديزيز. في نسبه قد ايه؟ في نسبه من 30-40%، يعني مش في كل الحالات. والاكستنت بتاع الديزيز على مستوى السكن وعلى مستوى الارتيكولار مانيفيستيشن مفيش اسوشيشن ما بينهم. بنلجا ان التيشو فاسكولاريتي والنيوتروفيل انفلتريشن بيزيد في حالات السيرويتيك ارثرايتس،
الاكتيفيتد تي سيلز بتتشاف في السكين وبتتشاف في الجوينت ويبقى نوعها في الغالب سي دي 8، والتي هيلبر 17 بيبقى ليها تواجد في السكين وليها تواجد برضو في السينوفيوم. وده يعني بيبين لي الباثولوجي اللي بيحصل، الباثوجينيسيس اللي بيحصل او الباثوفيسيولوجي، بدايه من الاماتيور دندريتك سيل اللي بتتحول لماتيور وبتبدا تريليز انترليوكن يا اما 12 يا اما 23. 12 يشتغل على تي هيلبر 1 ويبدا يريليز تيومر نكروزيس فاكتور الفا وانترفيرون جاما، وانترليوكن 17 بيشتغل على تي هيلبر، انترليوكن 23 يشتغل على تي هيلبر 17 عشان تطلع انترليوكن 17. الانترليوكن 17 اللي طالع من التي هيلبر 17 بيبقى ليه دورين، دور في ان هو بيعمل الديزيز بروسيس، ودور تاني في ان هو بيعيد تنشيط اذر تي هيلبر سيلز وبيدخلني في فيشوس سيركل. وده بيودينا عند حته اللي هي ايه هي السنترال مولكيولز في السورايتيك ارثرايتس او ايفن حتى في السورايتس. سريعا كده، انا عندي اكتر من مولكيول مهم. الانترليوكن 23 واحده من اللي احنا قلناهم في السلايد اللي قبل دي، انترليوكن 23 تمام، والانترليوكن 17 والانترليوكن 12 تمام. وده الانترليوكن 12 والانترليوكن 23 المكونات بتاعتهم. طب احنا ليه عمالين نعمل منشن للسيتوكاينز دي؟ بنعمل منشن ليها لان التريتمنت هيتارجت كل السيتوكاينز دي. على سبيل المثال الانترليوكن 18 مكون من 2 سب يونتس، البي 35 والبي 40. الانترليوكن 23 2 سب يونتس، بي 40 وبي 19. عشان كده لما يبقى عندي سيرابي بيتارجت البي 40 فده بيستهدف ال 12 و 23 في نفس الوقت. اسمح دكتور وائل، يعني انا شغاله الحاجات دي بس عايزه اسال حضرتك سؤال. يعني طبعا استفيد خبره حضرتك روماتولوجيست، يعني حضرتك انا برضو عندي حاله سيستميك اللي هي برضو جالها اللي هو سورايتيك لايك ارثرايتس، يعني نفس كده. انا عايزه اعرف من خبره حضرتك انهي تريتمنت، وبرضو متهيألي الناس كلها اللي موجوده، يعني انا ازاي امنع الميتيليشن، انهو بيتر ان انا ابدا استرويد احسن، يعني ذا موست بوتنت انتي فايبروتيك وانتي انفلاماتوري، ولا البيولوجيك واللي هي الايه الكيموثيرابي؟ يعني دي صراحه هتبقى الايه الفايده اللي احنا يعني ايه يعني نشكر حضرتك عليها. يعني انا ازاي امنع الميتيليشن؟ انا كلهم دخلوا في ميتيليشن، فبس ايه ما يعني مع اني مشيت على كل ال يعني برضو سورايتيك ارثرايتس وبرضو سيستميك اللي ايه مول فاينت جوينت بتاعت الهاند، يعني وعامله الري شيب والكلام ده كله. يعني هو في البدايه في حضرتك كروماتولوجيست ازاي تمنع الكلام ده؟ يعني انا الام بتاعي مش هستنى لما المريض يحصل له تشوهات، انا عايزه امنعها. انهي يعني من خبره حضرتك انهي حاجه احسن حاجه تمنع؟ انا عن نفسي لقيت الاسترويد احسن من الميثوتريكزات ومن الحاجات دي، فعايزه اشوف برضو خبره حضرتك والناس دي يعني تعرف ازاي. يعني كويس، يعني هو يعني احنا داخلين على التريتمنت على فكره بعد شويه تمام، بس يعني اسمحها من حضرتك كده هستفاد اكتر. لا حاضر، يعني ال 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 تمام السيناريو اللي حضرتك بتتكلم عليه ان انا عندي حاله فيها سيستميك لوبس مع سورايتيك ارثرايتس. يعني هي نفس الشخص عنده المرضين. تمام، هو تمام. الارثرايتس بتاع السورايتيك ارثرايتس عنيف والايروجن فيه قويه وعنيفه، وبالتالي انا مطلوب مني زي ما هي عنيفه اتعامل معاها بعنف. يعني هدخل على طول، مش هطول في احنا عندنا في المانجمنت الديمارد نوعين. الديمارد اللي هي ايه؟ اللي هي ديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراجز، الادويه بتاعت المناعه. يعني ادويه المناعه دي نوعين، في ادويه المناعه اللي هي بيسموها السينسيتك المعتاده الميزوتريكسيت واخواته تمام، وفي الادويه اللي هي الحديثه اللي هي البيولوجيكال تريتمنت. لا بتاثر، بتمنع، مش كلها بس بتمنع يا دكتور حسن، بتمنع
تمام تمام الروجيك هقولها تزعله. يعني بص انا جايلي مريض من حد تاني يعني من الروماتولوجي واخد بيولوجيك لدرجه سيفير انيميا، الراجل بيدريدن ولد شاب يعني. فطبعا عارف انا بحس البيولوجيك ده زي ايه يعني، انت حد جاي تنشل له الذبابه رحت خبطته بحجر موته. طبعا انا قعدت اصلح له في الانيميا والحاجات دي ورجعت تاني للاسترويد، الولد بقى كويس يمارس حياته راح يتجوز. يعني دي له بيولوجيك واوصل للانيميا لسبعة وستة بقى بحاول اون اند اوف شغالين، لكن مش هيبقى بيدريدن يعني. انا عايز اقول انا مش يعني انا الاول بشوف الحاله بتاعتي عباره عن ايه. لو هو عنده البور بروجنوستيك فاكتور يعني الارثرايتس عنيف، ما بطولش في مرحله الميزوتريكسيت وبجنب على طول على مين، على اللي هي البيولوجيك. طب البيولوجيك عندي امثله كتير، عندي تي ان اف انهبيتور وعندي انترليكن 17 وعندي وعندي. لو هو مشكلته جوينت بس يعني المفروض ان هم كلهم زي بعض تمام، اللي تعتبر اقل شويه فيهم اللي هي 12 23 انهبيتور، لكن التي ان اف انهبيتور انترليكن 17 وحتى الانترليكن 12 انهبيتور اللي هو ده كله متساوي. 12 23 يجي بعديهم في المرتبه يعني. اللي ملوش دور او ضعيف شويه اللي هو الابريميلاست دور ضعيف، والاباتاسيبت تمام يمنع الدستراكشن بقدر الامكان. هي برضو هو في عيان بيبقى الديزيز عنده سيفير يعني تمام. لكن انا بتكلم في المجمل ان هو البيولوجيكال موصوفه ان هي تمنع الدستراكشن، ما بيحصلش على مستوى مين يا دكتور حسن؟ على مستوى الابريميلاست موصوف ان هو دواء ضعيف تمام، ومكانه في حته معينه كده صغيره يعني. دي داخلين عليها حاليا. صح يا دكتور حسن، تمام مظبوط يا دكتور حسن. هو الدكتور حسن كلامه مظبوط. الدكتور وائل طبعا احنا بنتشرف بيه، مدرس الروماتولوجي في جامعه انا، وهو في اللجنه بتاعه انا بتاعه التامين، يعني هو الرئيس بتاعي لان انا بكتب له التقارير وهو اللي بعد كده بيعتمدها. تمام الجلديه لغايه دلوقتي مش منفصله تمام، يعني انا دلوقتي استشاري تامين لما بكتب بيولوجيكال او بكتب لازم الدكتور وائل في اللجنه الثلاثيه هو اللي يأشر عليها ويابروف. لغايه دلوقتي هم قالوا لنا في اخر اجتماع احتمال يعني يفصلوا، بس لغايه دلوقتي لم تفصل. فبالتالي احنا دلوقتي عشان نصرف بيولوجيك في كل السيتويشن، فهو الدكتور وائل في اللجنه الثلاثيه هم اللي بيعتمدوا بعد كده الاعتماد. الحاجه اللي احنا بنقولها ان احنا عندنا جايد لاينز في التامين معتمده بنمشي عليها، يعني ما نقدرش نعمل كده نعمل جامبنج. بمعنى ايه؟
ان انا عندي لازم العيان يمشي على الاقل من 3 ل 6 شهور على ميثوتريكسيت وفوتوثيرابي. لو العيان فيلد الفوتوثيرابي والميثوتريكسيت ومش كنترولد ابتدي ادخله في البيولوجيك. طيب بدخله في اي حته في البيولوجيك؟ حسب الجايد لاينز بتاعه الهيلث انشورنس بدخله على التي ان اف، ده مش بمزاجي تمام، يعني لازم يمشي في الجايد لاينز دي. فبالتالي مش اي حاله اي حد هيكتب ريبورت انه عيان ده سورايزز وانا اجيب لي الحقنه، انا عايز الحقنه تكتبها لي، مش لا انا لازم اخد هيستوري، لازم نعمل لازم يكون العيان خد ميثوتريكسيت، لازم يكون خد فوتوثيرابي، لازم دول فيلد ابتدي ادخله، ولو هدخله هدخله على التي ان اف بعد ما الدكتور وائل يوافق عليه تمام. ده السيكونس اللي احنا ماشيين عليه في التامين تمام، وده كله بيمشي عليه. في اكسبشن افرض عيان مثلا ماشي على حاجه من البيولوجيك، عمل لودنج مثلا على الترينفايا مثلا وماشي عليها بقاله بيصرفها على اي حته تانية، وجاي بعد كده جايب البروف ان هو ثبتها، فبما بيشي بكمل بيخليه بكمله على الترينفايا او الاستيلار او اي حاجه من الحاجات البيولوجيك لو هو عامل لودنج والمينتنس اوريدي ماشي عليها. لكن احنا عندنا ستريكت جايد لاينز ما نقدرش نحود عنها لغايه دلوقتي بالرولز دي. لكن عشان كده برضو لازم حضراتكم تفهموا البوينتس دي، انه مش اي عيان سورايزس هنكتب له هيروح يصرف بيولوجيك، مش بايدينا تمام. الموضوع كنترولد، لازم ناخد هيستوري، لازم نتاكد ان العيان خد فوتوثيرابي خد ميثوتريكسيت مش كنترولد، هبتدي افكر في الحاجات التانية، ابتدي اعمل انفستيجيشن زي ما قال الدكتور حسن قبل ما احولها على الدكتور وائل، والدكتور وائل بعد كده يكمل المسيره وابروف تمام. هو ده النورمال سيناريو. لا لا طبعا الكلام ده مش مظبوط طبعا، وده الكلام ده مش مظبوط، لكن هو في عينين كتير قوي، احنا بس عاوزين نستمتع. دكتوره سمير معلش بعد اذنك دكتور عمرو، يعني هو لو كان مثلا بالمو بلانتر سورايسيس وده بيبقى امبيرد الكواليتي اوف لايف، استنى على المريض اديله برده ميثوتريكسيت الديوريشن بتاعته بالذات في الهاند؟ الموضوع ده تم مناقشته قبل كده، انه في بعض الانواع دلوقتي ما بقتش حسب سيفيريتي اوف سورايز، يعني سكالب سورايز البالمو بلانتر سورايز حاجات بتبقى يعني افكت الكواليتي اوف لايف بتاعه البيشنت. الموضوع ده لغايه دلوقتي هو قالوا في التامين هنبتدي نستثني الحاجات دي وندخلها على طول على البيولوجيك تمام، لكن لغايه دلوقتي برضو اكوردنج تو الكرنت جايد لاينز بتاعتنا مش ابروف. احنا بس هنتوقف شويه، هو طبعا موضوع السورايز موضوع شائك، وعشان كده احنا حريصين على وجود الدكتور وائل كل سنه معانا عشان نستمتع بالتوبيك عن الحاجات الروماتولوجي والابديتس بتاعته وفي التامين. فاحنا هنكمل المحاضره مع الدكتور وائل، واحنا اسفين على المقاطعه يا ريس. يعني هو التامين الصحي بس احب يعني ازف اليكم بشرى، يعني اعتقد وصلت لكم انه في 4 أو 6 امراض في الجلديه يعني قريبا هيبقى ليهم بروتوكولات للتامين، اللي هم الاتوبيك ديرماتيتس والكرونيك ارتكاريا والالوبيشيا والبولس لينفوجويد والبيوديرما جانجرينوزم والبلمفس بلجاريس. لا هو معنى بروتوكول يعني في لاينز يا جماعه، مش لازم ان هو يدخل على طول يعني بما فيهم السرايسز. وبالمناسبه احنا في السرايسز يعني انا بعتمد على التقرير بتاع دكتور الجلديه اللي جاييني، يعني دكتور فلان جلديه بيتعامل مع حاله سرايسز وبعتها للتامين، فانا سرايسز مش تخصصي، انا امتى بيكون لي راي في الحاله في سرايتك ارثرايتس. طيب ايه اللي بيعمل صعوبه في انا عندي اكتر من اوبشن مطروح قدامي، ايه اللي بيعمل صعوبه في الاختيار؟ ان انا عندي في فينوتايبنج. يعني ايه فينوتايبنج؟ يعني العيان بتاع عندي فينوتايبنج وعندي بروجنوستيك فاكتور وعندي اكتيفيتي سكور وكوموربيديتيز، ومطلوب ان انا امشي بستيب اب استراتيجي. طب ايه هم الفينوتايبنج اللي عندي؟ يمكن دي اوضح، انا هتكلم عليها كده زي ان انا عيان سورايتيك ارثرايتس بيبقى عنده بريفرال ارثرايتس واكزيال ارثرايتس وانسيسايتس وداكتلايتس ونيل ديزيز وسكن ويوفيايتس، وكل واحده من الـ7 دومينز دول ليها البيولوجيكال ثيرابي الخاص بيها. يعني على سبيل المثال انا لما اكون بتكلم على عيان مشكلته على مستوى جوينت اكتر من كل المشاكل الثانيه، اكتر من السكن واكتر واكتر، يبقى ساعتها التي ان اف ليه دور كبير فيه. طب انا بتكلم على عيان مشكلته على مستوى السكن اكتر من الجوينت، لا يبقى التي ان اف هتتاخر شويه. طب انا بتكلم على عيان مشكلته هو وكلهم سورايتيك ارثرايتس اللي انا بتكلم عليهم، سورايتيك ارثرايتس ومعاه باول ديزيز. طيب باول ديزيز يبقى مش هينفع اديله الانترليوكن 17 انهبيتور. طب انا بتكلم على عيان عنده سورايتيك ارثرايتس ومعاه يوفيتس، لا اليوفيتس مش كل التي ان اف ينفع معاها، يعني الايتانا ريسبت ما ينفعش مثلا في اليوفيتس. السايكلوسبورن
بالمثال سايكلوسبورين ملوش مكان في معظم السرايتك ارثرايتس، هو دوره يمكن في اليوفيتس. فاللي عايز اقوله وجود اكتر من دومين داخل المرض بيخلي فيه نوع من الصعوبه في انك انت تحط البلان اوف مانجمنت. اللي احنا بنستند ليه في الـ في الـ في الجايد لاينز بتاعتنا في يعني مؤسسه اللي هي الجرابه ومؤسسه ثانيه اللي هي الايولار. الجرابه هي اللي عامله بتهتم دايما في التصنيف بتاعها ان تقسم لي المرض لدومينز، وزي ما احنا شايفين كده يمكن الصوره مش واضحه اني حاطط لي كل دومين عامل لي البيولوجيكال ثيرابي اللي يخص، تمام، ومحدد مثلا زي ما قلنا ايه كل دومين ايه البيولوجيكال اللي يخص. طيب لو حصل فيلير لواحدة من دول ببدأ أشفت على أذر. طيب اللي عوض الحكاية دي إن هو الإيولار عاملة إيه؟ قبل ما نروح للإيولار هنا الجدول ده بيقسم لي البيولوجيكال ثيرابي بيديني ايه؟ بيديني حاجه ليها سترونج ريكومنديشن وادويه ثانيه ليها كونديشنال ريكومنديشن، تمام. يعني على سبيل المثال لو انا بتكلم على البريفرال ارثرايتس بدي سترونج ريكومنديشن للميزوتريكسيت وللبيولوجيكال ثيرابي، وبدي كونديشنال ريكومنديشن للنون سترويدال والانترا ارتيكولار سترويد انجكشن. لو انا بتكلم على اكزيال سبونديلو ارثروباسي الميزوتريكسيت ملوش اي دور فيها، تمام. لو انا بتكلم مثلا على السايكلوسبورين زي ما قلنا من شويه هنلقى مكانه الوحيد في اليوفيتس، لكن في السكين ديزيز وفي الجوينت ديزيز ملوش دور السايكلوسبورين. لو انا بتكلم على الفلونامايد والسلازوبيرين تاثيرهم احسن على مستوى الجوينت من السكين، تمام. لو انا بتكلم على التي ان اف انهبيتور تاثيرهم احسن في الجوينت، تمام، عن السكين. لو بتكلم على لو العيان عنده الفلير اب على مستوى الجوينت وعلى مستوى السكن يبقى ساعتها هلجأ للانترليوكن 17 انهبيتور والانترليوكن 12 او 12 و23 انهبيتور. فالجدول ده مقسم كل دومين وحاطط لي الديمارد بتاعه، هل هو ليه سترونج ريكومنديشن ولا ليه كونديشنال ريكومنديشن ولا هو في بعض الاحيان بيكون اجينست. يعني انا لو عندي عيان زي ما قلنا عنده مثلا كانديدا فالكوزنتكس بيزود الكانديدا، لو عيان عندي عنده السراتيف كوليتس ممنوع اديله كوزنتكس او الانترليوكن 17 عموما يعني. وكذلك اليوفيتس ما ينفعش مع انترليوكن 17. الايولار عملت لي الكلام ده في شكل الجوريزم. يعني قالت لي ايه؟ قالت لي ان انا بشوف العيان بتاعي البرزنتيشن بتاعه عباره عن ايه؟ لو هو جاي ببولي ارثرايتس تمام؟ ولا مونو ارثرايتس. لو هو مونو ارثرايتس بدي له فرصه لان هو ياخد نون سترويدال وياخد لوكال سترويد انجكشن، ده لو هو مونو او اوليجو. طب هو بولي ارثرايتس لا ما بديلوش الفرصه دي اساسا واروح على طول على الميزوتريكسيت وعلى الفلونامايد وعلى السلازوبيرين. طب لو هو مش لا بولي ولا اوليجو، لا هو البرزنتيشن بتاعه اكزيال ديزيز، الاكزيال ديزيز ممكن ياخد فرصه مع النون سترويدال لكن ما فيش اي دور للميزوتريكسيت، وساعتها لو فيلد النون سترويدال وده المتوقع ان هو هيحصل بروح ساعتها على البيولوجيكال ثيرابي على طول. وبيسمي دي فيز 1. فيز 1 دي مدتها من 3 ل 6 شهور. ببقى هدفي في ال 3 ل 6 شهور ان انا اول 3 شهور يحصل بارشال امبروفمنت بنسبه 50% عن البيز لاين، والست شهور والثلاث شهور التانيين لما يعدي 6 شهور ببدا اوصل للتارجت بتاعي عشان ايه؟ عشان اشفت على الفيز اللي بعد منها الفيز الثانيه. وانس ان انا بوصل للبيولوجيكال ثيرابي تمام؟ ببدا ادي زي ما قلنا من شويه هو العيان بتاعي ايه الدومين اللي جاي بيه؟ بيحدد نوع البيولوجيكال ثيرابي. طيب حصل فيلر لون بيولوجيكال ثيرابي ببدا اروح للايه؟ للاذر على حسب الدومين اللي هو فيه. اللي بنلجا ليه بعد البيولوجيكال ثيرابي اللي هو ايه؟ اللي هو الجاك انهبيتور. الجاك انهبيتور اللي هو التوفاسيتينيب تمام هو اللي موصوف على مستوى على مستوى السكين وعلى مستوى الجوينت تمام في معظم الدومين في معظم الدومين لكن مش في كل الدومين برضو.
الكوموربيديتيز اللي ممكن تكون في العيان بتحدد لي اختيار الايه التريتمنت اللي انا هختاره. يعني مثلا العيانين اللي عندهم ريسك للكارديوفاسكولار ديزيز والثرومبو امبوليزم دول ممنوع ان هم ياخدوا حاجه زي الجاك انهبيتور لان هي بتزود الريسك عندهم زياده. الناس اللي عندهم مشاكل على مستوى الليفر تحديدا الميزوتريكسيت بيبقى عنيف معاهم. اي عيان هياخد بيولوجيكال ثيرابي لازم هيتعمل له سكرين على كام انفكشن على الهيباتيتس بي وسي، ده اللي احنا بنعمله بشكل روتين ومعاهم التيبركلين. تمام. الاتش اي في المفروض يتعمل بس هو ما بيتعملش، يعني المفروض يتعمل ده في البدايه. الروتين لاب كله بيتعمل كنوع من الفولو اب لكن للاسف مش محطوط كشرط في التامين عندنا. تمام. اللي على الشمال ده اللي هو البروتوكول بتاع التامين في السرايسس، والناحيه الثانيه على اليمين البروتوكول على حالات السرايتك ارثرايتس. الفرق ما بينهم ايه؟ ان هو الفيرست لاين في السرايسس اداليموماب. تمام. وبيبقى ليه لودنج دوز، وعلى فكره الاداليموماب باي نيم، يعني الاذر تي ان اف مش محطوطين في الفيرست لاين. السكند لاين الستيلارا الاستكينوماب، والثيرد لاين هو الكوزنتكس، والفورث لاين الجوزيلكوماب. لو احنا بنتكلم على سورايتيك ارثرايتس حاطين الفيرست لاين التي ان اف عموما، نبدا بالاداليموماب وبدون لودنج دوز. وهنا الامور قد تبدو غريبه، العيان بتاع السورايسس بس ياخد لودنج، لكن العيان بتاع السورايتيك ارثرايتس ما بياخدش لودنج. تمام. السورايتيك ارثرايتس حاطين فيها الاداليموماب وحاطين فيها الخمسه تي ان اف الباقيين، وبعدين السكند لاين حاطين فيه الكوزنتكس، والثيرد لاين حاطين فيه الجاك انهبيتور، والفورث لاين حاطين فيه الستيلارا، والفيفث لاين حاطين فيه الانترليوكين 23 انهبيتور. على مستوى البيدياتريك سورايسز لو هو طبعا مايلد بيدياتريك سورايسز ملوش بيولوجيكال ثيرابي، لكن لو سيفير الفيرست لاين امبريل، والسكند لاين ستيلارا، والثيرد هيوميرا، والفورث الكوزنتكس. وبكده يعني نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا.